أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب السعودية، نقدم لكم هذا التحديث الجوي الذي سنتحدث فيه عن الحالة الجوية التي تسود المملكة حاليا خلال ساعات صباح اليوم وأيضا خلال الساعات القادمة بحول الله، حيث بحسب صور الأقمار الصناعية يلاحظ اندفاع تشكل لكميات من الغيوم متوسطة الارتفاع وأيضا بعض الغيوم الركامية في المنطقة الشمالية تحديدا فوق منطقة تبوك ومنطقة الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية. تعمل هذه الغيوم على هطول ضخات عديدة من الأمطار حاليا تكون بين الخفيفة والمتوسطة الشدة في تلك المنطقة. بالمقابل يلاحظ انتشار بعض الغيوم العالية فوق منطقة الرمال الخالي، عبارة عن بقايا للغيوم الركامية الرعدية التي أثرت على تلك المنطقة خلال ساعات الليلة الماضية، في حين تخلو باقي مناطق المملكة من الغيوم. هذه عبارة عن استقرار مؤقت في حالة الطقس، لكن اعتبارا من ساعات ظهيرة اليوم وأيضا ساعات المساء تبدأ أيضا الغيوم الركامية بالتشكل من جديد في عموم المنطقة الوسطى، المرتفعات الجنوبية الغربية وأيضا منطقة الإحساء، منطقة الربع الخالي وأيضا عموم المنطقة الوسطى تشمل حائل والقصيم، واستمرار حالة عدم استقرار الجو خلال ساعات المساء في المنطقة الشمالية. تتزامن أيضا حالة عدم استقرار هذه بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار في عموم المنطقة الشمالية، وأيضا إثارة الأتربة والغبار في المناطق التي تشهد العواصف الرعدية نتيجة الرياح الهابطة. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نلقاكم في التحديث القادم، إلى اللقاء.